بس طبعا قالوا لك على خامة الصوت. لسه نسمع تاني، ما مدام حسيت ان في اعجاب، لان بسمع في اعجاب من حاجات كتيره حواليا هنا، وكنترول بيقولوا لنا ده الصوت عايزين نسمعه تاني، في كده استشعار لحاجات معينه. خلينا نرجع للابتكار بتاعك. الابتكار اللي خدتي عليه المركز الثاني تقريبا في النموذج. فرق درجتين عن المركز الاول. كان المركز الاول عن ايه بقى؟ المركز الاول عن تطوير ساعه بدل ما هي يعني القالب بتاعها يعني في فروق، يعني هو ميكانيزم بصراحه مش عارفاه، بس هو يعني تطوير الساعات من حاجه لحاجه ثانيه، يعني حاجه بتبقى ادق في حساب. انا ليه بقول لك كده؟ عشان نوري ساده المشاهدين ان احنا عندنا شبابنا وابحاثنا موجود فيها كتير وكتير وكتير، واه لو تحولت لنماذج عمليه في الحياه يعني بنستغرب ازاي ما نقدرش نعمل توك توك نستورد هذه الكميات من الدكاتره. ده حقيقي، ده حقيقي. وعندنا يعني انا صادفت بعض الناس اللي عندهم نماذج لزي يعني اليات زي وسائل النقل زي التوك توك، ولكن بشكل اجمل واروع ومناسب للبيئه المصريه، ويكون ليه شكل جميل يعني يعني يليق بالبيئه المصريه. خلينا نرجع نقول ابتكارك انت ايه؟ ابتكاري انا عباره عن جهاز بيستعمله المكتوب، يعني في لغه برايل احنا عارفينها بتتكون من ست نقط لقراءه الكتاب بالظبط. الكتاب المطبوع مظبوط. فبدل ما انا اطبع كتاب طبع عندي ب 37,000 جنيه، وعندي الكتاب عمليه طبع ان انا الاقي طبع اساسا في اماكن لازم الاماكن فيها فاسيلتيز زي المؤسسات او كده عشان الاقي كتاب زي ده، طبعا الحصول عليه عمليه ماساويه مغريه جدا. فاللي افتكرته ان انا حاولت مثلا انا عندي كتاب الكتروني بيبقى يعني سوفت وير او برنامج معين بيبقى عليه كتاب بيتحول لاشارات كهربيه، بعد كده بتحول لاشارات حركيه بتحرك زي مربع او قالب كده متكون من نودز او عقد طرفيه بتطلع وبتنزل بشكل يعني متزامن عشان تطلع شكل الحركه. فهو عملية التحويل من حاجة إلكترونية يعني بيستشعرها المكتوب إزاي؟ ما هو الاستشعار بتاعها؟ ما هي عبارة يعني عبارة عن نوت حركية، حاجات بتتحرك. وكان في نموذج تاني أنا كنت عاملاه بس نموذج حراري، بس هو المشكلة إن أنا لو أثرت الحرارة على صباع المكتوب بعد فترة بتموت الأعصاب الطرفية بتاعت الصباع. فعملية إن أنا أأثر بحركة ميكانيكية ده أفضل بكتير من إن أنا أأثر بالحرارة بس. طب وصل لحد فين؟ هو وصل لحد فين دلوقتي؟ هو ما زال في مرحلة إن هو بيتم إعداده بس، ما يعني وفي حاجة اسمها براءة اختراع دولية المفروض تتعمل، بس يعني نوعا ما مكلفة فمحتاجة. أنا عايز براءة اختراع من مصر ويتم. لا ما هي من مصر، ما هي بتاخد فترة بس عقبال ما إيه بيقولوا، يعني أنا يعني بملى أبلكيشن معين وبحط على سي دي معلومات وكلام من ده، بروح أديها لهم تاني بيردوا عليا بعد سنة. تكلفة الاختراع ده، تكلفة الاختراع، ما إحنا مش عايزين بقى، عايزين الدنيا تتغير. مش عايزين نتغير في يوم وليله، مش هنقدر نتغير في يوم وليله عشان نبقى واقعيين بشده، لان كل الناس عايزه الدنيا تتغير في يوم وليله. لو حبينا نغير الناس كلها في يوم وليله الدنيا هتبوظ خالص. لا ده هي عمليه مرحليه وعمليه، بس تكون كل مرحله معطياتها ومقدماتها يعني تؤكد عند الناس ان الامور ماشيه بطريقها المظبوط. خلينا نقول تكلفه الابتكار. تكلفه الابتكار المبدئيه بالنسبه مكلف. طب بعد التطبيق؟ بعد التطبيق انا ما اقدرش احسب حاجه زي كده، يعني اللي يحسبها زي كده ناس على خطوط انتاج. انا ما اقدرش اقول لك مثلا لو ده نزل على خطوط اداره الانتاج بقى في المصنع، في الجهه اللي هتحول البحث او النموذج او الكلام اللي انت او الابتكار الى حاجه عمليه في حياتنا. نرجع لفصل ثاني، لفصل شعري. هي بتكتب شعر؟ بكتب شعر عامي فصحى وبكتب قصه قصيره ومشكك. طيب نسمع شعرك بقى. هتختاري لنا عاميه ولا فصحى؟ عاميه. القصيده اسمها انا السجان. انا السجان بجردر مجرمين للخان، بجردرهم ومطوحهم وبلساني انبحهم، بشوف الغل في عيونهم بتقنعني اساوبهم. انا الجلاد، انا السجان، انا كان ليا يوم انسان قريب مني، ويمكن كان انا في زمان بعيد. الغل بيوجعني، هموم الناس تقطعني، وظلم الخلق يردعني، ولكن ان اوان اني اكون معدوم. ضمير مكتوم، لسان مسموم، واعمى الروح قطير مذبوح. كتير
بدهان. انا مخزن قصص اساطير، احب اعيش في وهم اطير كتير مهوم. احب اسهر واتفشخر، احب افخر واحب الوم، احب اقوم واقول له تمام واجرب غرفه الاعلام. اشوفك بدموع مسطول، اشوفك وحش، اشوفك غول، اشوفك تشتم المسؤول، اشوفك من مرار مغلول. هقول لك ايه هقول انجر، هقول لك ريحوك من المر، هقول لك انت تصبح حر، هقول لك موت تعيش في امان. واسمع منكم حكايات، حكاوي الغل بيوجعها، بيوت لا سقف لا عمدان، بيقتل كي يعيش انسان ويلقى علاجه بالمجان. ولا يمرض بفيروس سي ولا فيروس، يا دوب تسقيه بميه وغرفتين الفول، وعيش مش منبته فسدان ومتسرطن ومتبطن تراب مسامير. ولا بين الجبال مدفوس، ولا من قطر يوم مهروس، ولا عبارة تغرق بيه، ولا من كل شيء مفروس. ولا ابني يشوف المر، يعيش زيك يا بيه عظيم، يعيش في نص ربع نعيم ويتنفس ويبقى سليم. ولا في مرة يتهجر، ولا بالسكرة يتأجر، ولا من الظلم يتحجر، ولا مجرم ووحش دمين. يعني سؤال بسيط جدا جدا، القصيدة اتكتبت بعد 25 يناير ولا قبل 25 يناير؟ قلتيها كنت بتقوليها كتير؟ انا بقولها كتير، ده تحرير. لا، ده التحرير بقى في ايام الثورة قبل 25 يناير. قلتيها في الكلية؟ بصراحة لا. طيب خلينا نقول مش حد قال لك مثلي؟ ما حسيتيش ان عندك موهبة التمثيل؟ هو انا حساها بس ما جربتش، فقلت ما اعملش تشتيت زياده من هو تقبل سيد المشاهدين. مش هتكون كمان بتقول القصيده وانت بتغني كمان في نفس الوقت، ما بتفكريش تطبعي دواوين، تجمعي مجموعه القصايد، او هل عندك بالفعل قصايد تنفع انك تنشريها كدواوين مجموعه على مستوى الكم والكيف؟ وانا عندي مجموعه كبيره من القصايد والقصص القصيره وكل حاجه، بس المشكله ان انا احب لما اجي اصدر حاجه اصدر اجودها. يعني ان انا بما يعني مش بعيد، يعني انا مش بقول انا عامله خمس دواوين او 20 ديوان، لا انا عاوزه اطلع ربما ديوان واحد بس حاجه فعلا تكون مفيده، لما حد يقراها يشعر انه فعلا يعني هو دفع فلوس تستحق، يعني فلوس معناها تستحق القراءه، يعني عصاره او خلاصه. فانا بحاول يعني يزداد شعري جوده عشان اقدر ابقى احسن. كمان نشاطك يعني مش في حدود المؤسسات الاقليميه او الحاجات الاقليميه او الجمعيات الاقليميه، جمعيه كشفيه للسلام دي اعتقد انها على نطاق اوسع. يعني جمعيه هو انا شاركت فيها من خلال صديق ليا كان بينتميها، ف قال لي شاركي في اللجنه الاعلاميه وكده وهتنسقي وهتعملي كذا، وشاركت فعلا في اللجنه الاعلاميه هناك. فكنت بحضر للاحتفاليه الثالثه بتاعت الكشفيه للسلام مع مجموعه من الناس معايا في اللجنه الاعلاميه، والحمد لله يعني طلع جميل جدا وكان احتفال رائع. ولانها تشارك في جمعيات على مستوى عالمي فانها ايضا تغني بلغات مختلفه. هنشوف تكنيك الصوت عندها شكله ايه لما تغيره، احنا شفناها وهي بتغني مصر يومها يا بهيه بتناول احنا حسيناه. خلينا نقول لما تغني انجليزي تغني لنا ازاي؟ او تغني لنا ايه؟ تغني سمر تايمز بتاعت لويس ارمسترونج، وغناها ناس كتير بس هو من اكتر الناس اللي بتبازها سمر تايمز and living is easy fish are jumping to the sky.
شايفة بكرة ايه؟ شايفة بكرة ازاي؟ وانتي عندك امالك وعندك طموحك، شفتي بعدين عمل اللي زي فريق نحت اللي محتاج يكون دايرة كبيرة، اهتمام اكبر، امكانيات اعلى، في ايديكي ابتكارات، في ايديكي ابحاث فعلية، وشفتي ناس عندها اكتشافاتها وابتكاراتها وابحاثها بدل ما تتطبق هنا في مصر تطبق بره. بالظبط كده. حاسه بايه؟ طيب شايفه احنا محتاجين ايه؟ ساعتها انا كنت حاسه باني مش قادره اتنفس. يعني هو اللي خلاني انتقل من موضوع الابحاث والبحث العلمي للمجال الفني انه اوسع انتشار. انا بحب الفن جدا، بس في نفس الوقت يعني انا من وانا صغيره هدخل كليه علوم ابقى زي سميره موسى وخلاص، يعني مستنى نفسي من وانا صغيره. بس بعد كده لما دخلت الوسط العلمي لقيته محبط، يعني وسط محبط جدا، بحس انه مش واخد حقه، بحس ان هو يستحق اكتر من كده بكتير، ومفيش حاجه بتطبق. وكنت ساعتها يعني حاسه ان مفيش امل. ودلوقتي في امل شويه. يعني ان شاء الله في امل، يعني ولكن امل مع عمل. بالظبط كده. الامل لوحده لا يكفي. مع تكاتف، يعني انا شايفه رجال الاعمال بيمولوا مثلا ماتشات كوره، بيمولوا حاجات يعني ربما ملهاش نفس القيمه اللي الفكر، كانت عايزين الفكر يتغير بقى. بالظبط. الفكر يتغير. بالظبط. يعني عايزين المواطن يتغير، وعايزين كل حاجه تتغير، لان المشكله مش حتى لو غيرت النظام واحنا كشعب ما اتغيرناش. لا احنا لازم نتغير، هي القصه فعلا في المواطن. يعني اللي خلق العمل 25 يناير المواطن، اللي بنى الروح الوطنيه في الشباب، يعني هما الناس بنفسهم، هما اللي زرعوا المادة دي في نفسهم والمفروض يساعدوها انها تنمو. انت مشغوله بايه دلوقتي؟ في الفتره دي؟ يعني انت عندك كليه علوم، عندك بكالوريوس. بشتغل في خلايا الذكيه الاجتماعيه. شايفه ان الشغل قادره تطلعي فيه ابداع؟ هو القصه ان الشغل اللي انا فيه انا نوعا ما فيه ابداع طبعا، ان انا بشتغل. لا ابداعك انت، يعني انت مبدعه في مكانك، ما احنا كلنا كتير في اماكننا، بس كتير قوي مش في مكانه. ربما الشغل مش ده بيحسب برضه. طبعا ربما الشغل ده هو مرحله بتخليني اقدر اعتمد على نفسي ماديا مثلا، عشان اهم نفسي بعد كده ان انا ابقى اقوى واقتحم ميادين اكبر. فده بيعلمني ازاي اكافح، وازاي اعرف مثلا يعني ايه فلوس، يعني ايه قرش، يعني ايه لازم احوش كذا واعمل كذا واخطط قدام ان انا اخد بي اتش دي. المسؤوليه. والله انا شايفه ان الشباب لازم يشتغل في مرحله التعليم عشان يحس يعني ايه، يعني ايه سوق عمل، يعني ايه طموح، يعني ايه لازم افكر لبكره، ويعني ايه مش صعب ان انا اشتغل وانا بدرس. بس المهم هنا ان احنا نحس ان في مردود. في فتره من الفترات ان الناس تقول لك هو ايه الفايده او مفيش فايده. وانا لقيت حاجه عظيمه جدا، يعني انا اصلا بدرس لغه عربيه للاجانب في جمعيه برضو. ده مودش بقى بتدرس لغه عربيه، انت حابه اللغه العربيه. وكتبت شعر بالفصحى. عندي شعر بالفصحى بس مع الاسف مش فاكراه، يعني انا عندي. لا لا مش هطلب منك، لان برضه دي جزء مهم جدا في بعض الشعراء او بعض الكتاب بيحفظوا اعمالهم، وبعضهم بيحب يقرا من الديوان او من ورق ويالي. خليني اقول لك حبك للغه العربيه ازاي؟ وبتهتمي بيها ازاي؟ وبتنميها انت ازاي؟ بالامانه يعني جاي من الكرتون. من الكرتون. الاطفال اللي بيسمعوا سبيس تون كتير بينطقوا لغه عربيه، لان اللغه في الفترات الاولى يمكن ان يتعلم الطفل في الفتره الاولى لغات كثيره، ولكن لابد وان نصر ونؤكد على السنوات الاولى على تعلم اللغه الام. هنا اللغه العربيه، في المانيا اللغه الالمانيه، ويعني عندهم اعتزاز بلغتهم. مظبوط. يعني هنا هناك عندهم حتى فكره مختلفه تماما. انا دلوقتي طالب مثلا، يعني هو عندهم الشغل في الجامعات المادي ده عندهم حاجه اساسيه، بس بناء على ثقافتهم واوضاعهم الماديه كويسه اساسا، بس هم عندهم ثقافه ايه. انا دلوقتي هاجي اشتغل في الجمعيه الاهليه دي، سوري الجمعيه الاهليه، الناس شباب عندنا تتطوع في اطار التطوع. بيتطوع بيدرس لغات مختلفه، يعني فري خالص من غير اي فلوس،
ماشي. انا كنت بقى يعني وظيفتي ان انا اخد الناس اللي بيعلموا الناس من غير فلوس، اعلمهم برضو لغه عربيه عشان يقدروا يعني يتواصلوا. كنت بعمل حاجه اسمها بالظبط يتواصلوا مع العالم، مع الشعب المصري، خاصه اللغه العربيه الفصحى بتختلف تماما عن اللغه العاميه. فانا كنت بدرسهم حاجه اسمها ديلي يوز ار، او اللغه العربيه اللي في حياتنا اليوميه. في حياتنا اليوميه. فدول كانوا يعني بيجوا هنا يعملوا حاجه اسمها انترنشيب او يشتغلوا في جمعيات اهليه من غير فلوس خالص، يعلموا الناس، بياخدوا خبره، بيكتسبوا لغه، بيرجعوا بلدهم معاهم الخبره دي، سافروا لبلد ثانيه يعملوا نفس الموضوع. فهم عندهم فكرهم عملي جدا. انا بشكرك على كل هذا، ولكن لو في دقيقه واحده نسمع صوتك تاني، تختاري لنا حاجه مصريه تغنيها لنا. اغني حاجه تمام، اغني حاجه لوالد. اغني، قصدي غني انت كمان. اشتروا مين واشتروا خاطر عيون باجي وانا سلاح عمليات انت تعبوني ريحون. اشتروني واشتروا خاطر عيون ريحون ياللي غوي انت تعبوني ريحون. صدقوني النهارده انا بايديكوا، صدقوني صدقوني النهارده انا بايديكوا، صدقوني بس بكره هتدوروا مش هتلاقوني، صدقوني بكره هتدوروا مش هتلاقوني. يعني خلينا ناخد بالنا من مصر عشان نلاقيها على طول. انا بشكرك واتمنى لك التوفيق. وهم دول شباب مصر، شباب يفرح، شباب بجد. ونلتقي بعد قليل مع زميلتنا.